بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلاب، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. رؤيتنا إعداد جيل منتمٍ لدينه ووطنه، متسلح بالعلم والقيم في بيئة آمنة ومحفزة. يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم درسا جديدا. حدد ما إذا كانت المعادلة صحيحة أم لا. إذا كان إن تساوي 8 و5 إن تساوي 40. بسم الله، يلا يا أبطال. أحسنت يا بطل اللي بقولك نعم صحيحة. ليه يا بطل صحيحة؟ برافو برافو، لأن 5 ضرب 8 تساوي 40. أي المعادلات التالية تكافئ المعادلة أدناها؟ 5 زائد n بتساوي 10. برافو برافو يا بطل اللي بيقول الإجابة الصحيحة C، لأنه طرح 5 من الطرفان، يعني استخدم خاصية الطرح للمساواة. السؤال التالي: أي المعادلات التالية تكافئ المعادلة أدناها؟ 8 p تساوي 12. من يفكر؟ أحسنت يا بطل، ممتاز. اللي بيقولك الإجابة الصحيحة B، لأنه جمع 4 للطرفان، يعني استخدم خاصية الجمع للمساواة. ما هي المعادلة التي حلها G بتساوي 6؟ أي واحدة من التالي نضع مكان الجي 6 وتكون المعادلة صحيحة يا أبطال؟ برافو ممتازين الناس اللي بتشارك معايا واللي بيقول رقم سي. ليه يا أبطال؟ لأن 6 نقص منها 2 يكون الناتج 4. السؤال التالي: ما المعادلة التي حلها إكس يساوي 4 مما يلي؟ إيه اللي أنا هشيل مكان الإكس وأحط 4 يا أبطال؟ برافو يا بطل ممتاز اللي بيقولك الإجابة الصحيحة إيه؟ لأن 2 ضرب 4 بتساوي 8. حل المعادلة: تي ناقص 40 يساوي 3. إيش هو العدد يا بطل اللي ناقص منه 40 يكون الناتج 3؟ أو بطريقة أخرى، هو معمولة هنا إيه؟ ناقص. عكس الناقص إيش؟ برافو يا بطل اللي بيقولك زائد، يبقى نسوي لها جمع. من هنا يكون تي تساوي 40 زائد 3 تساوي 43. ولو حبينا نشيك على الحل بتاعنا، نضع مكان تي 43 وننقص منها 40 فيكون الناتج 3. ما المتباينة التي تمثل الموقف عدد اللترات كيو في خزان ماء أقل من 75 لتر؟ يلا يا بطل. برافو أحسنت ممتاز، الإجابة الصحيحة B اللي هي كيو أقل من 75. السؤال التالي: ما المتباينة التي تمثل الموقف عدد المباريات كرة السلة إكس التي حضرها نادر في العام الماضي أكثر من 5 مباريات؟ برافو يا بطل ممتاز أحسنت، الإجابة الصحيحة هي إيه؟ إكس أكبر من 5. اكتب متباينة تمثل الموقف التالي: عدد الأشخاص P الذين تتسع لهم حافلة صغيرة هو 12 شخصا على الأكثر. على الأكثر 12 شخص، يعني لو جه 13 شخص ما ينفع أنهم يركبون، ما يصير يركبون إيه؟ الحافلة. الحافلة فيها إيه؟ 12 شخص فقط على الأكثر. وأنا عرفتك يا بطل لما جيك كلمة على الأكثر معناها نقول إيه؟ أقل من أو يساوي. يبقى هنقول إيه يا بطل؟ P أقل من أو يساوي 12، معناها 12 وتحت، 12 وتحت يركبون الحافلة، إنما 13 واحد أو 14 واحد ما يركبون الحافلة. هي P أقل من أو يساوي 12، يعني 12 وتحت. ما المتباينة الممثلة على الخط الأعداد أدناه؟ هو ظل للخمسة وسكر الخمسة وتحت الخمسة اللي هي الأربعة والثلاثة والاثنين والواحد والصفر. يبقى الإجابة الصحيحة إيه يا شباب؟ برافو يا بطل ممتاز اللي بقول لك الإجابة الصحيحة دي اللي هي تي أقل من أو يساوي 5. السؤال التالي: ما المتباينة الممثلة على خط الأعداد أدناه؟ هو سايب الـ 14 مفتوحة، ما سكر الـ 14
وتحت ال 14 معناها ان يبقى ايه الاجابه الصحيحه ايه يا بطل؟ برافو يا بطل، يقول لك الاجابه الصحيحه ايه؟ زد اصغر من ال 14، لان ما نحطش اصغر من او يساوي لانه ما سكرش ال 14، سايب ال 14 مفتوحه، يبقى معناها زد اصغر من ال 14. حدد المتغير المستقل والمتغير التابع في كل مما ياتي. السؤال الاول، عدد جالونات الماء جي التي تتدفق من خرطوم الماء في عدد ام من الدقائق. بمعنى يا ابطال ان انا لما اسيب الخرطوم مفتوح لمده زياده اقدر ان اني احصل جالونات من الماء زياده ولا لا؟ اذا ايه التابع وايه المستقل؟ ايه اللي يتبع ايه؟ ممتاز يا بطل، اللي جالونات الماء تتبع الدقائق اللي الخرطوم مفتوح فيها لمده زياده، يبقى اصبحت الام هي المستقل والجي هي التابع. السؤال التالي، عدد الرفوف اس في مكتبه المدرسه وعدد الكتب بي التي تستوعبها هذه المكتبه. طيب عندما يكون عندنا مكتبه في المدرسه وعدد الارفف بتاعتها شويه ارفف صغيرين، يبقى الكتب اللي انا اقدر احطها فيها هيكون عددهم ايه؟ قليل. طب لو انا عملت ارفف زياده اقدر استوعب ايه؟ كتب زياده ولا لا؟ برافو يا بطل، يبقى اصبح ايه اللي هيكون تابع؟ احسنت يا بطل، يبقى البي اللي هو عدد الكتب يكون تابع لعدد الارفف، ومن هنا يكون الاس هو المستقل والبي هو التابع. السؤال التالي، عدد الوجبات اتش المبيعة في احد المطاعم وعدد الريالات ار التي جناها هذا المطعم. طب المطعم كل ما يبيع وجبات زيادة كل ما يحصل فلوس زيادة، يبقى اصبح ايه اللي تابع؟ فعلا الفلوس اللي هي ار تتبع بيع الوجبات، يبقى بيع الوجبات هو مستقل والريالات يكون هو ايه؟ تابع. ما المعادلة التي تمثل النمط الوارد في الجدول؟ الاكس والواي، عند الاكس باربعة والواي بتساوي 11، معنى كده ان احنا زدنا على الاربعة كام؟ برافو يا بطل، نقول زدنا على الاربعة 7، وزدنا على الستة 7 صارت 13، وزدنا على الثمانية 7 صارت 15، وزدنا على العشرة 7 صارت 17، وزدنا على الاثناشر 7 صارت كام؟ 19. اذا الاجابة الصحيحة هي ابطال، برافو يا بطل، هيقول لك الإجابة الصحيحة هي إيه؟ لأن الواي بتساوي إكس زائد 7. السؤال التالي، ما المعادلة التي تمثل النمط الوارد في الجدول؟ أنا عندي الإكس ب3 والواي ب12 والإكس ب4 والواي ب16. يبقى إيه العلاقة اللي بينهم يا أبطال؟ فعلاً برافو عليك يا بطل، إن الواي بتساوي 4 أمثال الإكس. يعني أضرب 3 في 4 تصير 12، أضرب 4 في 4 تصير 16، أضرب 5 في 4 تساوي 20، الستة ضرب الأربعة تساوي 24، السبعة ضرب الأربعة تساوي 28، يبقى الإجابة الصحيحة هي أبطال، برافو يا بطل، يقول لك الإجابة الصحيحة بي، يبقى واي بتساوي 4x. في الشكل المرسوم أدناه، ما نسبة عدد التفاح إلى البرقوق؟ التفاح واضح أمامنا كم يا أبطال؟ واحدة، والبرقوق كام؟ 3. طب إيه اللي إحنا قلناه الأول؟ التفاح. يبقى بنبدأ من على اليسار. طب الإجابة الصحيحة إيه يا أحباب؟ برافو يا بطل، الإجابة الصحيحة بي، لأن 1 إلى 3، لأن التفاح 1 والبرقوق 3. السؤال التالي، في الشكل المرسوم أدناه، ما نسبة عدد المثلثات إلى العدد الكلي؟ نبدأ بالمثلثات، عدد المثلثات كام يا أبطال؟ 1، والعدد الكلي كام من ضمنهم المثلث؟ العدد الكلي الكلي كام؟ 8، فتكون الإجابة الصحيحة هي سي، يعني 1 إلى 8. لصنع الجس خلط مازن 3 أكواب من الماء مع 4 باوند من مسحوق الجس. أكمل جدول النسب. مضاعفات الثلاثة هي أي 3 6 9 12، ومضاعفات الأربعة هتبقى 16، ومضاعفات الثلاثة 15، ومضاعفات الأربعة 20. ما كمية الماء التي سيخلطها مازن مع 20 باوند من المسحوق؟ 20 باوند من المسحوق يا شباب يستخدم لهم كم كوب من الماء؟ برافو يا بطل، يقول لك 15 كوب.
يعرض جدول النسب التالي مقارنة بين عدد الكتب وعدد الألعاب المعروضة للبيع في متجر جاسم ومتجر حمد. أكمل جدول النسب. متجر جاسم هو مضاعفات الأربعة والستة زي ما احنا شايفين، 8 12 12 18 16 24 20 30، ومتجر حمد هو مضاعفات الخمسة والثمانية، يبقى 10 16 15 24 20 32 25 و40. أي المتجرين نسبة عدد الكتب إلى عدد الألعاب فيه أكبر؟ لنقارن بين عدد الكتب وعدد الألعاب لابد أن يكون عدد الألعاب متساوي في المتجرين. أي النسب وعدد الألعاب متساوي؟ برافو يا بطل، أهي هي النسبة التي باللون الأسود، عدد الألعاب متساوي. طيب أيهما نسبة الكتب فيها يكون أكبر من الثانية؟ نجد أن متجر جاسم 16 إلى 24 ومتجر حمد 15 إلى 24، إذن متجر جاسم هو الأكبر. تجري طالبة لمدة دقيقتين مقابل كل 10 دقائق تمشيها. أكمل الجدول. مثل القيم، مثل أزواج القيم بيانيا. الجري والمشي هو مضاعفات الاثنان ومضاعفات العشرة. مضاعفات الاثنان 2 4 6، مضاعفات العشرة 10 20 30. نقوم بتمثيل الأزواج المرتبة. الزوج المرتب الأول هو 2 و10، 2 في الجري مقابل 10 في المشي، و4 و20. والزوج المرتب الأخير هو 6 و30. بعد ذلك نصل الأزواج المرتبة بخط يبدأ من نقطة 0 و0 ومن الجهة الأخرى من الخط إليها الجهة اليمنى بها سهم. كم دقيقة تمشي الطالبة إذا جريت 7 دقائق؟ يبقى نبدأ من عند الجري، من عند النقطة 7 كما هو واضح باللون الأخضر أمامنا، إلى أن يلتقي بالخط الأزرق ونرى المقابل له في المشي. فيكون المقابل هو إيه يا شباب في المشي؟ المقابل له في المشي هو كام؟ برافو يا بطل، اللي بيقول 35. يبقى مقابل 7 دقائق في الجري يكون في المشي 35 دقيقة. ما سعر التذكرة الواحدة إذا كان 7 تذاكر ألعاب بسعر 56 ريال؟ يلا يا أحباب، برافو يا بطل، اللي بيقولك الإجابة الصحيحة دي. ليه يا بطل؟ لأن 7 ضرب 8 يساوي 56. السؤال التالي، ما سعر القلم الواحد إذا كان 5 أقلام بسعر 2.5 ريال؟ يلا يا بطل، ممتاز، أحسنت، ممتاز. يبقى إيه سعر القلم الواحد؟ هيكون إيه؟ 0.5 ريال. يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ في أحد المتاجر تباع 4 علب من البازلاء بسعر 9 قطر ريال، ما سعر 7 علب من البازلاء؟ يلا يا أحباب اللي شارك معايا، يبقى نكتب اولا ايه 4 علب مقابل ايه 9 قطر ريال. طب 7 علب وين احط؟ وين نكتب ال7 علب؟ فين يا ابطال نكتب ال7 علب؟ برافو يا بطل، اللي بيقول لك نكتب العلب تحت العلب. يبقى 7 علب مقابل كام قطر ريال؟ طيب ايه اللي يضربونه في البسط؟ ايوه الخط اللي عندي دوت، اللي 7 ضرب 9 يكونون في البسط، وال4 تكون فين؟ في المقام. يبقى 7 ضرب 9 كم يا احباب؟ برافو يا بطل، يساوي 63 تقسيم ال4، فيكون الناتج هو 15.75 قطري ريال. أكمل التحويلات التالية. من المتر للسنتيمتر يا أبطال نعمل إيه؟ أحسنت يا بطل، بقول لك نضرب في 100. يبقى 4 أمتار تساوي كام؟ نضرب في 100 تساوي 400 سنتيمتر. وللتحويل من الملي لتر للتر، برافو يا بطل، بقول لك نقسم على 1000. يبقى 800 ملي لتر نقسمها على الألف فيكون الناتج 0.8 لتر. وسي لتر لنحوله إلى اللتر نقسم على 100، يبقى 200 سي لتر تقسيم 100 فيكون الناتج هو 2 لتر. والكيلو جرام للجرام نضرب في 1000، يبقى 2.5 كيلو جرام نضرب في 1000 هتساوي 2500 جرام. و80 سنتيمتر نحولها إلى المتر نقسم على 100 فيكون الناتج 0.8 متر. والجرام اللي نحوله للملي جرام نضرب في ايه؟ في 1000، يبقى 2.1 ضرب 1000 يساوي ايه؟ 2100 ملي جرام.
حدد الشكل الذي يمثل 20% من الكل. يلا يا ابطال من يشارك معايا. احسنت يا بطل، برافو عليك. اللي بيقول لك الشكل بي، لانه الجزء المظلل 2 من 10، ولتحويل المقام الى 100 نضرب البسط والمقام في كم يا بطل؟ برافو عليك، نضرب البسط والمقام في 10، فيكون الناتج هو ايه؟ 20 على 100 هتساوي 20%. اذا الاجابه الصحيحه هي بي. إذا كان A B تمثل 50%، فما طول القطعة المستقيمة التي تمثل 100%؟ يبقى الـ A B 50% اللي هي 3 سنتي. 50% 3 سنتي. طب 100% تكون كم سنتي يا أبطال؟ أحسنت يا بطل، برافو عليك، ممتاز. 100% تساوي 6 سنتي. أكمل كل مما يلي في الصورتين المكافئتين الآخريين. A 0.04 ده الصورة العشرية، عاوزينها صورة ايه؟ كسر اعتيادي ونسبة مئوية، كسر اعتيادي. برافو يا بطل، ممتاز، يبقى 4 على 100. طب في ايه في المية بقى يا ابطال؟ يبقى 4%. طب الايه السؤال B 38%. طب عشان تكون كسر اعتيادي وكسر عشري، كسر الاعتيادي 38 على 100، الكسر العشري 0.38. طب السؤال C 3 على 5، لنحولها إلى كسر عشري لابد أن يكون المقام 10 أو 100، تبقى نضرب في كم عشان يكون المقام 10 أو 100؟ برافو يا بطل، نضرب في 20، فيكون الناتج هو 60 على 100، فتكون 0.60. يبقى دي الصورة العشرية. والصورة إيه؟ النسبة المئوية هتكون كام يا أبطال؟ برافو يا بطل، 60%. أوجد مساحة المثلث المجاور. قانون المساحة يساوي إيه يا شباب؟ برافو يا بطل، يقول نصف القاعدة ضرب الارتفاع، يبقى يساوي نصف ضرب الستة ضرب الخمسة. نصف الستة 3 ضرب الخمسة 15، فتكون المساحة هي 15 متر مربع. أوجد مساحة شبه المنحرف المجاور. شبه المنحرف المجاور يا شباب بنقسمه إلى جزئين، فيكون الجزء الأول اللي هو إيه 1 هو مثلث، والجزء الثاني ايه 2 هو ايه مستطيل. ونوجد مساحة المثلث ومساحة المستطيل ونجمع المساحتين فتكون هي مساحة شبه المنحرف. مساحة الجزء الاول اللي هو مساحة المثلث بتساوي نصف القاعدة في الارتفاع زي ما احنا عارفين يا بطل، هيساوي نصف ضرب الستة ضرب الثمانية. هناخذ نصف الثمانية ونضربها في الستة، يكون الناتج عندنا يا ابطال 24 متر مربع. دي مساحة الجزء A1 اللي هي مساحة المثلث. ونوجد كذلك مساحة الجزء الثاني اللي هو مساحة المستطيل اللي هو A2 بيساوي الطول ضرب العرض، يبقى هيساوي 12 ضرب 8 هيساوي 96 متر مربع. إذا مساحة الشكل بالكامل هتساوي المساحة الأولى زائد المساحة الثانية، هتساوي 24 زائد 96، فتكون المساحة بالكامل 120 متر مربع. أوجد مساحة شبه المنحرف المجاور. بنفس الطريقة السابقة في التمرين السابق يا أبطال، بنوجد مساحة المثلث ومساحة المستطيل، ثم نجمع المساحتين فتكون هي مساحة شبه المنحرف. الجزء الأول اللي هو A1 مثلث، والجزء الثاني A2 مستطيل. الضلع اللي باللون الأزرق يا أبطال اللي هو في المستطيل اللي هو عرض المستطيل يساوي كام؟ من يشارك معايا يا أحباب؟ برافو يا بطل، بيساوي كام؟ بيساوي 5. بيساوي كام الجزء ده؟ هيساوي إيه؟ 5. طب الباقي منه اللي هو أو الجزء اللي بجواره اللي في المثلث اللي هو باقي من 9 يكون كام؟ برافو برافو، ممتاز جدا، يكون 4، لان لو جمعنا الخمسه مع الاربعه يستوي كام؟ 9. ومن هنا نبدا بايجاد مساحه كل جزء. اذا مساحه المثلث اللي هي A1 بتساوي نصف القاعده ضرب الارتفاع، هتساوي نصف ضرب الاربعه ضرب السته، هتساوي كام يا ابطال؟ تكون المساحه هي 12 انش مربع. ونوجد كذلك مساحة المستطيل اللي هي A2 بتساوي الطول ضرب العرض، هتساوي الستة ضرب الخمسة، هتساوي 30 انش مربع. اذا المساحة الكلية بتساوي A1 زائد A2، هنجمع ال 12 مع 30 فتكون 42 انش مربع. دي مساحة الشكل بالكامل. اوجد مساحة المضلع المجاور. نقسم الشكل يا شباب الى مستطيلين.
الخط الاسود يا شباب اللي ظهر امامنا ده طوله كام؟ برافو يا بطل، احسنت، ممتاز. هيساوي كام؟ 12، لان ال 12 زائد ال 8 تساوي 20 التي بالجهه اليسرى، يبقى طول الخط الاسود ده كام؟ 12. طيب نكمل بقى المستطيلين. ادي المستطيل الاول اللي هو هيبقى ايه 1، والمستطيل الثاني اللي هو ايه 2. نوجد مساحه المستطيل الاول اللي هي ايه 1 بتساوي الطول ضرب العرض، فبنضرب يا شباب ال 8 ضرب الايه ال 10 هيساوي 80 سنتيمتر مربع. ونوجد ايضا مساحه المستطيل الثاني اللي هي ايه 2 الطول ضرب العرض هيساوي كام يا شباب؟ 12 ضرب 6 يساوي 72 سنتيمتر مربع. اذا مساحه الشكل بالكامل هتساوي المساحه الاولى زائد المساحه الثانيه اللي هي ايه 1 زائد 2 هتساوي 80 زائد 72 هتساوي 152 سنتيمتر مربع. أوجد مساحة المضلع المجاور بالوحدات المربعة. نقسم المضلع المجاور كما هو موجود أمامنا الخط الأحمر ده يا شباب. بنقسم المضلع إلى مثلث علوي ومثلث سفلي. المثلث العلوي القاعدة بتاعته هتساوي كام؟ 6 وحدات، وهذه قاعدة للمثلثين. وارتفاع المثلث العلوي يكون كام يا شباب؟ 4 وحدات. وارتفاع المثلث السفلي يكون 7 وحدات. ونوجد مساحة كل مثلث ونجمع مساحة المثلثين ينتج مساحة المضلع بالكامل. مساحة المثلث العلوي بتساوي نصف القاعدة ضرب الارتفاع هيساوي نصف ضرب 6 ضرب 4 يساوي 12 وحدة مربعة. ومساحة المثلث السفلي نصف القاعدة ضرب الارتفاع هيساوي نصف ضرب 6 ضرب 7 يساوي 21 وحدة مربعة. إذا مساحة المضلع بالكامل هتساوي 12 زائد 21 هيساوي 33 وحدة مربعة. ما اسم الشكل أدناه؟ يلا يا أبطال من اللي شارك معايا. برافو يا بطل، ممتاز، أحسنت، منشور مستطيل. والسؤال التالي، ما اسم الشكل أدناه؟ يلا يا شباب، أحسنت يا بطل، هرم رباعي، لأن القاعدة بتاعته على شكل مربع. حدد نوع المجسم من شبكته. المجسم الذي أمامنا يا أبطال له قاعدتان ولا قاعدة واحدة؟ لأن القاعدتان يكون منشور، قاعدة واحدة يكون هرم. برافو يا بطل اللي بيقول له قاعدتان يكون إيه؟ منشور. طب القاعدة بتاعته على شكل إيه؟ مثلث، يبقى منشور إيه؟ برافو يا بطل، منشور ثلاثي، لأن القاعدة بتاعته على شكل إيه؟ مثلث. حدد نوع المجسم من شبكته. المجسم اللي أمامنا يا أبطال له قاعدة ولا قاعدتان؟ برافو يا بطل بيقول لك له قاعدة واحدة فيكون هرم. طب الهرم دوت القاعدة بتاعته على شكل مربع ولا مثلث؟ لأن على شكل مربع يبقى هرم رباعي، على شكل مثلث يبقى هرم ثلاثي. برافو برافو، ممتازين الناس اللي بيقولوا على شكل القاعدة على شكل مربع فيكون هرم رباعي. حدد نوع المجسم من شبكته. المجسم الذي أمامنا له قاعدتان ولا قاعدة واحدة؟ برافو يا بطل، له قاعدة واحدة فيكون هرم. طيب وقاعدة الهرم ديت على شكل مثلث ولا مربع؟ برافو، ممتاز اللي بيقول على شكل ايه؟ مثلث، فيكون هرم ثلاثي. أوجد المساحة السطحية للمنشور المجاور. المنشور المجاور الذي أمامنا يا أبطال المساحة السطحية بتاعته بتساوي كام؟ يلا يا بطل، برافو عليك، أحسنت، ممتاز، اللي بيقول المساحة السطحية السيرفيس اريا اللي هي اس اي هتساوي 2 ضرب الطول في العرض زائد 2 ضرب العرض في الارتفاع زائد 2 ضرب الايه الطول في الارتفاع. طب احنا عارفين يا شباب الطول بيساوي كام؟ 10 متر او 10 امتار، والعرض بيساوي كام؟ 5 امتار، والارتفاع يساوي كام؟ 2 متر. اذا المساحة السطحية هتساوي 2 ضرب العشرة ضرب الخمسة زائد 2 ضرب الخمسة ضرب الاثنان زائد 2 ضرب العشرة ضرب الاثنان، فيكون الناتج 2 ضرب الخمسين زائد 2 ضرب العشرة زائد 2 ضرب العشرين، فيكون ناتج المساحة هي 160 متر مربع. اذا المساحة السطحية للمنشور هتساوي 160 متر مربع. إيجاد المساحة السطحية للمكعب. أوجد المساحة السطحية للمكعب المجاور. المساحة السطحية للمكعب بتساوي يا أبطال؟
برافو يا بطل، ممتاز جدا. اللي هي الاس اي لا سيرفيس اريا، المساحه السطحيه للمكعب بتساوي مساحه وجه ضرب 6 او 6 اس تربيع، لان الاوجه كلها متساويه وعباره او متطابقه، وهي عباره عن مربعات، فنوجد مساحه وجه واحد ونضربها في كام؟ في 6. هيساوي 6 ضرب 7 تربيع، هيطلع الناتج كام؟ يبقى المساحه السطحيه يا شباب هتساوي 6 ضرب 49، اذا المساحه السطحيه هتساوي 294 سنتيمتر مربع، اللي هي ايه؟ المساحه السطحيه للمكعب تساوي 294 سنتيمتر مربع. اوجد مساحه الهرم المجاور. نوجد اولا يا شباب مساحه القاعده المربعه، لانها على شكل مربع، مساحه المربع بتساوي اس في اس، يعني طول الضلع ضرب نفسه. نوجد ايه بقى؟ 7 ضرب 7 هتساوي 49 انش مربع. ونوجد مساحة كل وجه اللي هو مثلث، عندنا ايه؟ أربع أوجه عبارة عن أربعة مثلثات متطابقة، مساحة المثلث بتساوي نصف القاعدة ضرب الارتفاع، هيساوي نصف ضرب 7 ضرب 10، هيساوي 35 إنش مربع، ده مساحة كل مثلث أو مساحة كل وجه من الأوجه الأربعة. إذا المساحة السطحية للهرم بنجمع مساحة القاعدة مرة واحدة اللي هي 49 مع مساحة الأوجه الأربعة اللي هي 35 وكمان 35 وكمان مرة ثالثة 35 وكمان مرة رابعة 35، لأنهم أربع أوجه وكل وجه مساحته بتساوي 35، لأنهم إيه؟ لأن الأوجه الأربعة متطابقين، فتكون المساحة بتساوي 189 إنش مربع. إذا مساحة الهرم هتساوي 189 بوصة مربعة. أوجد مساحة الهرم المجاور. الهرم المجاور يا شباب له قاعدة مثلثة وثلاثة جوانب، كل جانب مثلث، والمثلثات الأربعة اللي هم في ثلاث جوانب وفي القاعدة متطابقة، فبنوجد مساحة مثلث واحد أو مساحة كل مثلث هتساوي نصف القاعدة ضرب الارتفاع، هتساوي نصف ضرب الستة ضرب الايه 5.2، فيكون الناتج هو ايه 15.6 سنتيمتر مربع. اذا المساحة السطحية بنضرب مساحة المثلث الواحد في اربع اوجه، لان هم ثلاثة اوجه وقاعدة، فيكون الناتج هم ايه اربعة اوجه، فيساوي 4 ضرب 15.6، فتكون المساحة هي 62.4 سنتيمتر مربع. أوجد حجم المنشور المستطيل المقابل. الحجم يساوي يا شباب حجم المنشور، برافو يا بطل أحسنت، اللي بيقول لك بيساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، هيساوي 14.8 ضرب 4.5 ضرب 3.5 هيساوي 233.1 متر مكعب، وده حجم الايه المكعب او حجم المنشور، اسف حجم المنشور الايه المستطيل. اوجد حجم المكعب المقابل. حجم المكعب يساوي كم يا ابطال؟ برافو يا بطل احسنت، بقول لك اس ضرب اس ضرب اس، يعني يساوي اس تكعيب، ده حجم المكعب، نضرب طول الضلع ضرب نفسه ثلاث مرات، يبقى 2.3 ضرب 2.3 ضرب 2.3، فتكون الايه يكون الحجم يساوي 12.167 من الف سنتيمتر مكعب، ده حجم الايه بطل حجم المكعب. ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا حل تمارين استعدادا للاختبار بطريقة صحيحة، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.